الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آل بيته الطيبين الظاهرين وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا عند قوله رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. بارك الله فيك دكتور. فقد وقفنا عند قوله رضي الله تعالى عنه: يجب له تعالى أن يكون قائما بنفسه، أي ذاتا موصوفا بالصفات غنيا عن المحل والفاعل. يعني بهذه العبارة يشرح أو يبين ما المراد بصفة القيام بالنفس، لأن صفة القيام بالنفس هي أحد الصفات السلبية. الصفات السلبية كم؟ خمس: القدم والبقاء والمخالفة والقيام بالنفس والمخالفة للحوادث والوحدانية. هذه الصفات السلبية. فما معنى القيام بالنفس؟ يعني معناها أنه سبحانه وتعالى مستغن عن المحل وعن الفاعل، مستغني عن المحل، لأنه تعالى ذات. ومعنى صفة القيام بالنفس أنه سبحانه وتعالى ذات وليس صفة، لأنه لو كان صفة لاحتاج إلى محل. يعني معنى قائم بنفسه يعني في كلمتين: مستغن عن المحل ومستغن عن المخصص يعني الفاعل. إذا سئلت عن معنى القيام بالنفس فتقول إنه تعالى مستغن عن المحل، والمحل هنا ليس معناها المكان، لأن نفي المكان هذا يدخل في نفي المكان والزمان والجسمية، يدخل في صفة المخالفة للحوادث. إذا ليس المراد بالمحل المكان، إنما المراد به الذات. ليه؟ لأنه تعالى ذات وليس صفة، ذات موصوفة بالصفات. فلو كان تعالى صفة لاحتاج إلى إلى المحل، يعني إلى الذات، اللي هو مستغن عن المحل يعني عن عن الذات، وعن المخصص يعني عن الفاعل. إذ لو كان في محل لكان صفة، يعني لو كان في محل يعني في ذات لكان صفة. فيلزم، يعني لو كان صفة يلزم على على كونه صفة، يلزم ألا يتصف بالصفات الوجودية ولا لوازمها. يعني لو كان تعالى صفة فلا يتصف بصفة أخرى، لأن الصفة لا تقوم بالصفة. يعني كيف يكون صفة ثم يوصف بصفات؟ الصفة لا تتصف به بصفة أو لا تقوم بصفة أخرى. فيلزم يعني تكتب كده، فيلزم يعني على كونه صفة أو على افتراض أنه صفة، يلزم أن لا يتصف بالصفات الوجودية. ما هي الصفات الوجودية؟ هي السبع: العلم والقدرة والإرادة والكلام والحياة والسمع والبصر. يعني مثلا لو كانت صفة العلم هي الله تعالى، لما جاز أن تتصف صفة العلم بأنها الكلام أو أنها السمع أو أنها البصر، لأن كل هذا مغاير، فلا تتصف الصفة بصفة أخرى. فلا نقول العلم متكلم، ولا العلم قادر، ولا العلم سميع. واضح؟
إذ لو كان في محل لكان صفة، مفهوم؟ فيلزم ألا يتصف بالصفات الوجودية ولا لوازمها. إيه معنى ولا لوازمها؟ يعني لا يتصف بالصفات الوجودية اللي هي صفات الإيه؟ المعاني، ولا لوازم المعاني اللي هي المعنوية. هي كلمة ولا لوازمها يعني إيه؟ ها؟ يعني المعنوية. إذ لو قبلت الصفة صفة وجودية لزم ألا تعرى عنها صفة كالذات، وذلك يستلزم التسلسل ودخول، يستلزم التسلسل ودخول ما لا نهاية له في الوجود. كيف هذا؟ يعني يقول لك لو كان صفة أو لو كان في محل لكان صفة، هذا مفهوم. فيلزم يعني إذا كان صفة ألا يتصف بالصفات الوجودية ولا لوازمها معروفة للمعنوية. إذ لو قبلت الصفة صفة وجودية، يعني مثلا لو كانت القدرة قادرة، إن معنى كده إيه؟ القدرة الثانية اللي تقدر بها القدرة يلزم أن تكون قادرة أيضا، والقادرة يلزم فيجب، فلزم ألا تعرى عنها صفة كالذات، يعني هيبدأ إيه؟ كل الصفات تتصف بإيه؟ بكل الصفات، يعني العلم هيبقى موصوف بالقدرة، والقدرة هتبقى موصوفة بالعلم وبالسمع والبصر والكلام، والكلام هيتصف بالسبع، والإرادة هتتصل بالسبعة، وكل واحدة هتتصل بالإيه؟ بالأخرى، لأنها جميعا إيه؟ متماثلة. فمعنى كده يقول لك فيلزم ألا تعرى عنها صفة، يعني جميع الصفات لا تعرى عن قبول صفة وجودية، وذلك يستلزم إيه؟ التسلسل. كده العلم قادر، والعلم مريد وبصير وسميع، ابو السمع قادر ومريد وسميع، ابو البصر هذا ايه؟ تسلسل. ودخول ما لا نهاية له في الوجود، يعني حنسلسلها ومش حنقف عند ايه؟ عند حد. ولو كان، يبقى اذن ايه؟ انتهينا من ايه؟ من المعنى الاول، وهو انه تعالى ذات وليس صفة، فلو كان صفة لاحتاج إلى المحل. انتقل بعد ذلك إلى قوله ولو كان محتاجا إلى الفاعل، لأن صفة القيام بالنفس حاجتين مش حاجة واحدة. الأولى هي إيه؟ أنه تعالى ليس إيه؟ صفة وليس محتاجا إلى الفاعل. خلاص احنا انتهينا من المحل، الآن حندخل في الايه؟ في الفاعل. ولو كان محتاجا إلى الفاعل، ما الذي يترتب على كونه محتاجا إلى الفاعل؟ أن يكون حادثا. ليه؟ لأن الذي يحتاج إلى الفاعل هو الحادث وليس القديم. ليه؟ لماذا؟ لماذا الحادث هو المحتاج إلى الفاعل؟ ليه؟ فصحيح مستغني، مع نفس السؤال حياته يقول لماذا مستغني؟ يعني لماذا استغنى القديم ولم يستغني الحادث؟ ليه؟ يعني لماذا الحادث حادث موجود والقديم موجود، فلماذا الحادث هو الذي يحتاج إلى موجد والقديم لا يحتاج؟ ليه؟ لأن القديم وجود لا بداية له، أما الحادث وجود مسبوق بعدم، يعني معناها كان عدم، فمحتاج إلى، يعني مفتقر إلى الفاعل، إلى من يخرجه من العدم. أما القديم الحادث له بداية، يعني قبل بدايته لم يكن شيئا، فاحتاج إلى فاعل. ليه؟ لأن يخرجه
من العدم إلى الوجود، أما القديم موجود أزلا وأبدا، فلم يكن مسبوقا بعدم حتى يحتاج إلى فاعل. واضح كده؟ لماذا يحتاج الحادث إلى الفاعل؟ ها؟ لأنه مسبوق بعدم، يعني لم يكن شيئا، فيحتاج إلى شيء آخر ليجعله شيئا أو ليجعله موجودا، فهو مفتقر. فلو ترك وشأنه لبقي في العدم، فلا بد من إيه؟ من فاعل، يعني من مخصص يخصه بالوجود دون العدم. أما القديم موجود، لا أول لوجوده وليس مسبوقا بعدم، فهل يحتاج إلى موجب؟ هذا يسموه إذا تحصيل إيه؟ تحصيل حاصل. يبقى الذي يحتاج إلى المخصص أو إلى الفاعل هو إيه؟ الحادث وليس القديم. اعلم ده إيه؟ كلام من ده الشرح المتن إيه؟ خلاص اعلم أن هنا مقدمتين باطلتين يعتقدهما العقل الناقص تبعا للوهم الفاسد. يعني ممكن الإنسان بنقصان عقله وكثرة أوهامه يعتقد اعتقادات إيه؟ فاسدة. ولذلك سبحان الله هناك أناس عقلاء وفي قمة السياسة والتفكير والاقتصاد وجمع المال، ومع ذلك يعبدون له الأصنام أو يعبدون عجلا أو يعبدون إيه؟ مخلوقا، لنقص أو لخلل في التفكير أو لغلبة الوهم. يعني صحيح هذا عاقل وهذا عاقل، إيه أضل مثلا واحد زي إيه؟ أرسطو مثلا، مع أنه من كبار الفلاسفة والمفكرين والعقلاء، وين هذا إيه؟ العوام. يبقى إذن ده إيه؟ العقل ده إن لم يكن هناك معونة إلهية أو توفيق من الله يضل ويتخبط. اعلم أن هنا مقدمتين باطلتين ومع ذلك يعتقدهما العقل الناقص تبعا لإيه؟ للوهم الفاسد. يعني هو وهم غلب عليه فظنه العقل إيه؟ شيئا صحيحا فاستند عليه واعتقده. إحداهما، يعني بقول لك في إيه؟ مقدمة دي لازم نذكر إيه؟ أولا إيه؟ إحداهما أن كل ما ليس بجرم قديما كان أو حادثا فهو صفة. شوف كده أهمية الآن ظهر أهمية أو معنى القيام بالنفس، معنى كونه سبحانه وتعالى قائم بنفسه. قال لك لأنه العقل بيتوهم أن الحق تعالى ليس بجر، فالعقل يعمل إيه؟ يظن أن كل ما ليس بجر فهو صفة، ويسحب ذلك على كل موجود قديم أو حادث. شوف كده الايه المقدمتين. ومستند الوهم في اعتقاد هذه المقدمة استقراء الحوادث. في عندك في المنطق حاجة اسمها استقراء تام وحاجة اسمها استقراء ايه؟ هو يعمل ايه؟ هو يعمل عملية استقراء. ايه معنى استقراء؟ يعني ايه؟ تتبع. فيتتبع، فإن كل ما ليس بجرم فيها فهو لا يكون إلا صفة. يقعد يتتبع فيجد إيه؟ الموجودات اللي هي إيه؟ الحادثة، إما أجرام وإما إيه؟ أعراض. هل في قسم ثالث؟ قد يكون، بس عقولنا لا تعرف أو لا نشاهد إلا إيه؟
الأجرام والأعراض. يبقى إذا لم يكن هذا الموجود عرض فهو إيه؟ جرم. وإذا لم يكن جرم فهو عرض. فروح ساحب القاعدة على إيه؟ على الموجود القديم نفسه. فيقول لك طالما هو تعالى مش جرم يبقى معناه إيه؟ صفة. فعشان كده جاب صفة القيام بالنفس. يبقى الله تعالى ليس صفة وإنما هو ذات لها صفات. ليه؟ لأنه قائم بنفسه، والصفة لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بموصوفها. هنا فهمنا أهمية القيام بالنفس ولا ما فهمناش؟ يعني معناها مش قائم بنفسه، يعني معناها زي ما تفهمها أنت كده في التعبيرات العادية، قائم بنفسه يعني قائم على نفسه، يعني متولي شؤون نفسه، يعني مستغني. مش لا مش معناها كده. القيام بالنفس يعني معناها ليس له محل يقوم به، يعني ليس له ذات يقوم بها، لأنه تعالى صفة وليس ذات وليس إيه؟ وليس صفة. يعني عاوز يقول لك إيه صفة؟ لماذا لم يقل عرض؟ ما ينفعش الأعراض دي بالنسبة لمين؟ للحوادث، إنها متغيرة. أما صفات الله تعالى ثابتة، فلا يقال فيها نقوص ولا يقال فيها أعراض. فهمنا كده؟ يبقى العقل يتوهم مقدمتين باطلتين. أول شيء يقول لك إيه؟ الموجودات كده إما أن تكون أجرام وإما أن تكون صفات، يعني أعراض. يبقى إذن ما ليس بجرم يبقى إيه؟ عرض، يعني صفة. وما ليس بصفة يبقى ده. ومستند الوهم، إيه اللي خلى الوهم يعتقد هذا الاعتقاد أو يستند إليه؟ عملية الإيه؟ الاستقراء. لكن الاستقراء ينفع، الاستقراء الناقص ما ينفعش. هل أنت استقريت يعني تتبعت كل الموجودات التي خلقها الله؟ لا يمكن. أنت تتبعت سبعة منها، ما هو جايز يكون في موجودات ومخلوقة وحادثة وليست أجرام وليست أعراض. ليه؟ ويخلق ما لا تعلم. قد يكون القسم الإيه؟ اللي هو المجرد، يعني لا جوهر ولا إيه؟ ولا عرض. فإن كل ما ليس بجرم فيها، يعني في إيه؟ في عملية الاستقراء أو في الحوادث، فهو لا يكون إلا صفة. فعمم ذلك الوهم الفاسد في حقه تعالى، يعني راح عمم الوهم إيه؟ لحد ما جعل هذه القاعدة تنطبق على مين أو تشمل مين؟ الوجود الحق سبحانه وتعالى. وقاس من غير جامع، يعني عمل عملية قياس من غير إيه؟ جامع. يعني إيه من غير جامع؟ يعني من غير أمر يجمع بين الموجود القديم والموجود الحادث. فاعتقد أن الله تعالى صفة لا ذات. لماذا اعتقد أنه تعالى صفة؟ لأنه ليس بجرم. أقول لك أنت تعالى الموجود لا يخلو عن أحد أمرين، إما أن يكون جرما وإما أن يكون صفة. والحق تعالى هل هو جرم؟ هتقول لا. يقول لك إذن فهو إيه؟ صفة. تقول له هذه المقدمة باطلة، معتمد على مقدمتين باطلتين. إيه سبب بطلان هذه المقدمة؟ أنك جعلت الحكم فيها أو النتيجة تشمل الموجود القديم، ولا يجوز الحكم على موجود لا تعرفه ولا يخضع له للمشاهدة. فهذا الاستقراء تكون نتيجته صحيحة في الحوادث فقط. يعني الحكم ده المفروض يكون في حاجة في القضية بيسموها إيه؟ العنوان أو الجهة. فين الجهة تحت القضية هنا؟ يعني لما يقول هنا المقدمة
كل ما ليس بجرم. قديما كان لا، بكل ما ليس بجرم يعني من الايه؟ من الحوادث. كان المفروض ايه؟ يوضع العنوان يعني كل يعني اذا كل ما ليس بجرم يعني مما هو حادث، فتكون المقدمة صحيحة. ايه سبب خطأ هذه المقدمة؟ انه عمم على القديم وعلى ايه؟ وعلى الحادث، مفهوم؟ وقد قال وقاس من غير جامع فاعتقد ان الله تعالى صفة، ان الله تعالى صفة لا ذات، لما ثبت بالبرهان القطعي انه ليس بجرم. وقد قال بمقتضى هذا الوهم الفاسد مين؟ وبعض الباطنية ممن ينتسب في زعمه، يعني في زعم الباطنية أو في زعم من كان منهم، ممن ينتسب في زعمه إلى طريق التصوف وهو كفر صراح، يعني يريد أن يقول لك أيها الشيخ، يا سيدنا الشيخ، يا مولانا، يا أستاذنا، أنتم بتقولوا الكلام ده ليه؟ هل هناك أحد قال إن الله تعالى صفة؟ ده احنا أول مرة نسمع الكلام ده. فيه اللي بيشبه الله تعالى خلي جسم، فيه اللي يقول له يد وله مثلا رجل وله رأس، فيه اللي بيجسم وفيه اللي بيشبه، لكن مين اللي قال إن الحق تعالى ليس ذات وإنما هو صفة؟ قال لك والله العظيم الكلام ده حصل فين؟ ما سمحت حد قال إن ربنا ده الإله ليس ذات وإنما هو صفة؟ قال لك حصل من مين؟ من النصارى وبعض الباطنية اللي هم ينتسبون، شو قال إيه؟ في زعمه، كلمة في زعمه يعني عاوز يبرئ الصوفية أو التصوف الصحيح من هذا الإيه؟ الباطل، ومن هذا إيه؟ الكذب، ومن هذا الكفر، ومن هذا الضلال. يعني لو وجد في الصوفية من يقول بذلك فإنما هو زعم فاسد دخيل على إيه؟ على التصوف. التصوف الصحيح الموافق للدين بريء من كل هذا، لكن نعلم عقيدة النصارى في ذلك. النصارى يعتقدون أن المسيح عليه السلام هو الله. طيب لما تيجي تسألهم المسيح ده ماذا تريدون به؟ يقول لك المسيح ده هو عبارة عن ايه؟ صفة العلم. وعندهم الله تعالى تعالى عما يقولون علوا كبيرا، يقولون ايه؟ ثلاثة كده، ان الله اكتفى الذين قالوا ان الله ثالث. ايه هم الثلاثة؟ يقول لك الثلاثة دول ثلاث صفات، الوجود والعلم والحياة. فالوجود يعنون به الايه؟ الاب، مش الاب، الاب كده بمدل الاب ده الوجود. طب والعلم يعني الابن. طب والحياه اللي روح القدس. فيقولون كده اله واحد اللي هو الاب وال، يقول لك باسم، حتى لما يصلي يعمل كده ثلاثه، اب والابن وروح الايه؟ القدس. طب الاب ده ايه هو؟ العلم. كيف وعيسى عليه السلام لحم ذات؟ يقولون أصل العلم ده اللي هو الصفة اتحد اللاهوت ده بالناسوت بجسد عيسى، فأصبح إيه؟ إلها. يعني السر في إيه؟ في الصفة، الألوهية في الصفة. يعني الحقيقة اعتقادهم أن الله تعالى صفة، وهذه الصفة حلت في مين؟ في الإبن، فصار إله. طب تيجي تقول لهم انتوا فتعتقدون ان الثلاثه دول واحد ولا الثلاثه ثلاثه؟ يقول لك لا، الثلاثه واحد. فتقول لهم، وهذا الكلام قاله ايه؟ الشيخ ابن تيميه في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل او غير دين الايه؟ المسيح. قال ان النصارى حيارى، متناقضون، عندهم حيره قويه شديده. لماذا؟
لأنهم إن قالوا على الثلاثة سموها كذا الأقانيم الثلاثة، إن قالوا عنها صفات يعني العلم والوجود والحياة، إن قالوا عنها صفات فقد امتنع أن يكون المسيح إلها، لأن أحد هذه الأقانيم هو الإبن لومين تريدين، فيمتنع أن يكون إله لأن المسيح ليس صفة وإنما هو إيه ذا. وإن قالوا إن الأقانيم الثلاثة ذوات فقد صرحوا بالتعدد، يعني أصبح قولهم يناقض نفسه، كيف يكون واحدا وكيف يكون ثلاثة، أو كيف يكون ثلاثة ويكون واحدا، فأمامهم أحد أمرين، إن قالوا صفة إذا سيدنا عيسى لا مش إله، يبقى الإله هو العلم، وإن قالوا إنه ذات لما هو روح القدس ذات أيضا، بل إنه سيدنا عيسى ذات وموصوف بالعلم وموصوف بالحياة وموصوف بالقدرة إلى غير ذلك من الصفات، ولماذا حصرتم الصفات في ثلاثة؟ يعني أنتم بلك العلم والوجود والحياة، فين الكلام؟ فين السمع؟ الذي كلها آلهة أيضا، إذن هذه العقيدة يرفضها العقل، يعني العقل لا يفهمها، ولو سألت كل واحد من النصارى على حدته عن اعتقاده في المسيح لصور لك اعتقاده بطريقة تخالف الآخر، كل واحد فيهم فاهم لا يتوافق مع الثاني، وهكذا ليه؟ لأنه ما فيش شيء يعني كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، ما فيش يعني شيء مستند عقلي تنبني عليه هذه العقيدة. ذاك الشيخ المسكين اسمه محمد المسكين الجنبيلي له كتاب اسمه الأدلة العقلية على إيه؟ بطلان عقائد النصرانية أو المسيحية. ليه؟ لأن هذه العقيدة فيها إيه؟ عارف أنت في المنطق الأدلة العقلية مقدمات النتائج وباب التناقض والقياس والاستدلال، كل هذا لا يعرفه النصارى ولم يدرسوا، لو درسوا المنطق والتفكير الصحيح العقيدة بتاعتهم لا تنتظم أو لا تنسجم مع التفكير العقلي الصحيح، لأن العقل يقول لك كده واحد زائد واحد، عملية مش عقلية، عملية رياضية حسابية، واحد زائد واحد زائد واحد يساوي كام؟ ثلاثة، لا يمكن أن يكون واحد وواحد وواحد واحد، أي معنى العدد؟ هذا أمر إيه؟ يعني يرقبه العقل تماما، لما رأينا عقيدة تصطدم مع العقل اصطداما مباشرا مثل عقيدة النصارى، صار عقيدة اليهود أو عقيدة البوذيين أو أي عقيدة أخرى، إلا هذه فيها مخالفة صريحة للعقل، لأنهم يقولون إيه؟ ثلاثة، ثم يقولون إن الثلاثة واحدة، ويقولون واحد، ثم يقولون إن الواحد ثلاثة، ويستدلون على ذلك بأشياء من الخيال، يعني يحاولوا إنه يستدل على صحة ما يقول، فيقول لك المثلث له ثلاثة، يجيبوا أمثلة غريبة، المثلث يقول لك له ثلاثة أضلاع وهو واحد ولا ثلاثة، تروح أنت تقول له يا واحد، يقول لك هكذا الله تعالى واحد لكن في ثلاث أضلاع في المثلث، طب تقول له يعني هل كل ضلع من المثلث مثلث وحده ولا الثلاثة على بعض هم الايه؟ يقول لك لا، كل واحد فيهم مثلث وحده، وهو بيقولوا كده ده إله تام اللي هو الابن، والاب إله تام، وروح القدس إله تام، وفي الآخر يقول لك ايه؟ واحد. هذا شيء ايه؟ ليس مقبولا لا في العقل ولا في المنطق ولا في التاريخ ولا في الجغرافيا ولا في الفلسفة ولا في علم النفس ولا أي شيء، ومع هذه عقيدة ويدين بها أعداد هائلة من البشر. المقدمة الثانية الباطلة، عرفنا المقدمة الأولى إيه؟ باطلة، عرفتوا إيه المقدمة الأولى؟ مين يقول إيه المقدمة الأولى؟ ها؟
أنه الموجود إما إما جرم إما صفة، وما ليس بجرم فهو صفة. والله تعالى ليس أشوف شوف كده كده، لأن المقدمات دي مش مهم صحيحة، المهم هي مقدمات منطقية كده، جرم أو صفة. فإذا لم يكن تعالى جرما كان إيه صفة، وإذا كان صفة فهو محتاج إلى إيه إلى محل. إذا عشان كده جابوا صفة كده القيام بالنفس، يعني معناها لا يحتاج إلى المحل. المقدمة الثانية الباطلة، أن كل ذات موصوف بالصفات فهو جر. شفت كده المقدمة دي عكس عكس الأولى، ودي الثانية. الأول أنا قال لك اللي هو من جر يبقى صفة، وراح قال لك هنا إيه إذا كان جر يعني ذات يبقى لازم يكون إيه موصوف بالصفات، وأي ذات موصوفة بالصفات تبقى جر. الأول نفين الجرمية هنا أثبتها، وأنت المنطق إيه تستطيعه إذا لم يكن عندك يعني دين أو إيمان أن تقلب كل الحقائق وتطلع النتائج الصحيحة، صحيحة في الصورة وليس في إيه في أن مادتها يعني. وأنت حسب ما تركب حسب مثلا لما تقول إيه كل إنسان حجر وكل حجر إيه جماد، هيبقى النتيجة إيه الإنسان جماد، هي النتيجة هتطلع كده، لأن حسب المقدمات اللي أنت إيه وضعتها، إن كانت فاسدة هتجيب نتيجة إيه فاسدة، إن كانت صحيحة هتجيب نتيجة إيه صحيحة. شوف المقدمة اللي هنا، أن كل ذات موصوف بالصفات فهو جرم، وهذه القضية لازمة للقضية الأولى، إذ هي في معنى عكس النقيض الموافق الذي هو كل ما ليس بصفة فهو جرم. هنا قلنا كل ما ليس بجرم فهو إيه صفة. ومستند الوهم في اعتقاد هذه القضية هو مستنده في القضية الأولى. إيه المستند في القضية الأولى؟ الاستقراء الناقص، مش الاستقراء التام، فهو استقرا في بعض الحوادث وليس في كلها، فراح معنن على كل الحوادث وعلى القديم ايضا، وهو النظر ومستند الوهم في اعتقاد هذه القضية هو مستنده في القضية الأولى، وهو النظر إلى ما تقرر في الحوادث والقياس عليها من غير جامع. إيه اللي خلاك ربط بين الموجودات بربط واحد؟ فإن الذي يجمع بين القديم وبين الحادث مش أمر يجمع؟ فاعتقد بهذا النظر الفاسد أن الذات العلية جسم، لما أو لما قام البرهان القطعي على أنه تعالى ذات موصوف بالصفات العلية لا صفة، فقام البرهان القطعي على أنه تعالى ذات وهو موصوف أيضا بالصفات، فبناء على كذا قال لك الصفات هي أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بأجسام، ونمت ربنا له صفات يلزم أن يكون جسما. في العقل جاء. أما في المرة الأولى كان الكلام إيه على عكس كده، مادام مش هو جرم هيكون هو إيه صفة. الآن جبنا مقدمة إنه هو ذات، وإذا كان ذات يبقى موصوف بالصفات، والصفات دي معاني فلا تقوم بمعاني، فلازم تقوم بذوات يعني بأجسام بأجرام. فتقرر بناء على هذه المقدمة الفاسدة أنه تعالى إيه جرم يعني صفة. خلاص كده؟ لا، ما هو ذات، ما هو فيهم ذات يعني معناه ايه؟ جرم. خلاص يعني جسم. لما او لما قام البرهان القطعي على انه تعالى ذات
موصوف بالصفات العلية لا صفة. وقد قال أيضا بمقتضى هذا الوهم الفاسد في هذه القضية المجسمة. وراح قال إيه؟ مين هم المجسمة؟ قال إيه؟ ها إيه العبارة اللي موجودة عندك؟ ها أقرأ كده العبارة. قال إيه؟ كالحشوية. ينفع تقول كده الحشوية، ينفع تقول الحشوية. فالحشوية نسبة إلى إيه؟ ها؟ لا، الحشوية نسبة إلى الحشو بإسكان إيه؟ الحشو بإسكان الشين. حشو الكلام يعني لغو، زي كلام حشو كده. أما الحشوية نسبة إلى حشى الحلقة يعني الجانب. لأن الحسن البصري لما تكلموا أو بهذا الكلام قال إيه؟ ردوهم إلى حشى الحلقة، ما خلوهمش في صدر المجلس، خلوهم كده إيه؟ في الحاشية كده. فيبقى ينفع تقول إيه؟ حشوية، ينفع تقول إيه؟ حشوية. ومين ثاني مع الحشوية؟ يعني مين مشايخهم في الموضوع ده؟ اليهود. فاليهود أول من اعتقد أن الله تعالى جسم. سبقهم في ذلك مين؟ الوثنيين اللي هم عباد الأصنام والأحجار. ليه؟ لأن اليهود اعتقدوا أن الله تعالى جسم، فقالوا لسيدنا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فهذا القول لا ينطبق إلا على ما هو جسم، بل نشوفوك ده عيانا بيانا كده. هات كده ايه الحق سبحانه وتعالى معاك، يعني زي كأنه ايه انسان او متخيلين ايه له ايه قدمان وله يد ولا. هكذا كان ايه اعتقاد اليهود، لانه في التوراة في اول سفر التكوين كده حديث ايه خلق السماوات، خلق الله تعالى ادم على صورته. في الصحيح في السنة معنى الكلام ده ان الله خلق في سفر التكوين كده مكتوب كده. سفر التكوين يعني تكوين الخلق، بدء الخلق يعني، زي في البخاري كتاب بدء الخلق. عندهم هم حاجه اسمها سفر التكوين، يقول لك خلق الله ادم على ايه صورته، ويجي يقول لك ايه في شرحه اي على شبهه. شو كده يعني معناها يعتقدون التجسيم صراحه، اليهود يعتقدون ايه ذلك. حتى في قوله تعالى هل ينظرون، يبين عقيدتهم، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. هذا اعتقاد الجسمية هو نفس أو عين اعتقاد الجسمية في المولى تبارك وتعالى. يبقى في وقد قال أيضا بمقتضى هذا الوهم الفاسد في هذه القضية من المجسمة. كل يعني المجسمة لا يعني ليس فقط المجسمة اللي هم منتسبين إلى الإسلام زي الكرامية. الكرامية دول أتباع محمد بن كرام السجستاني، يعتقدون الجسمية. ليس فقط هم المشبهة أو المجسمة، ولكن اليهود أيضا مجسم. فالاعتقاد التجسيم موجود في الديانة الإسلامية، في بعض الفرق الإسلامية، وموجود أيضا يعني أهل الإسلام فيهم مجسمة، يعني من ينتسبون إلى الإسلام، وفيهم غير مجسمة. أما اليهود كلهم إيه؟ يعتقدون إيه؟ أن الله تعالى أما يقولون علوا في الجسم. ومن تبعهم على ذلك، يعني سواء كان في القديم أو في الحديث. ومنهم من اعتقد هذه المقدمة الباطلة وقادته إلى التعطيل، وهي نفي وجود الإله أصلا. يعني في اعتقاد ثالث، الأول اعتقاد أن الله تعالى صفة وليس إيه؟ ليس ذات. الاعتقاد الثاني أنه إيه؟ ذات، يعني جسم وموصوف بصفات.
الاعتقاد الثالث اللي هو ايه؟ ما في وجود الاله اصلا لو يؤدي اللي بسمه ايه؟ ومنهم من اعتقد هذه المقدمة الباطلة وقادته الى التعطيل، وهي نفي وجود الاله اصلا، وان العوالم وجدت وجودا اتفاقيا بغير فاعل، اللي احنا بنسميه ايه؟ نسمي هذا الوجود الاتفاق اللي هو من غير فاعل اسمه ايه؟ الصدفة، يعني كده وجدت كده من غير ايه؟ بمحض ايه؟ الصدفة، لأنه لما استقر في الحوادث أن الفاعل منها لا يكون إلا جسما، يعني مثلا في الحوادث أنت لو استقرأت الحوادث فهل الفاعل يكون ايه صفة او يكون جسم؟ يكون ايه جسما. فلما استقر يعني استقر يعني في الحوادث ان الفاعل منها لا يكون الا جسما قاس من غير جامع، وقال لو كان للعوالم فاعل لوجب ان يكون جسما، لكن الجسم يستحيل منه ايجاد الاجرام وكثير من الصفات، فتعين أن أجسام العوالم وجدت بلا فاعل. فإذا عرفت هذا عرفت أن وجوب قيامه تعالى بنفسه يدفع هاتين المقدمتين الباطلتين. يبقى إذن إذا عرفت معنى صفة القيام بالنفس، يعني عرفت دليلها، يبقى اندفعت إيه؟ هاتان المقدمتان الباطلتان، لأن معناه يعني معنى القيام بالنفس احتوى على جزئين. نقولنا معنى القيام بالنفس يتمثل في استغنائه تعالى عن المحل وعن المخصص، عن المحل بمعنى ايه؟ بمعنى الذات، وعن المخصص بمعنى ايه؟ الذات. لأن معناه احتوى، معناه يعني معنى ايه؟ معناه الضمير معنى ايه؟ لان معناه، ما المراد بمعناه؟ انتم عارف معي، لان معناه الضمير يرجع الى ايه؟ يعني معنى او معنى انه تعالى قائم بنفسه يعني حاجتين، يعني معناها مستغني عن المحل يعني الذات، ومستغني عن المخصص يعني الفاعل. لأن معناه احتوى على جزئين. ما هو الجزء الأول؟ كونه تعالى غنيا عن المحل، أي عن ذات يقوم بها ويكون صفة لها، وهو جل وعلا ذات موصوف بالصفات العلية لا صفة لغيره. الثاني كونه جل وعلا غنيا عن الفاعل، واجب الوجود، يعني شوف كده خد بالك، غنيا عن الفاعل واجب الوجود لا جائزه، غنيا عن الفاعل ليه؟ لأنه واجب الوجود، كلمة واجب الوجود يعني مش ليس ايه؟ مش عن الفاعل واجب الوجود، غني عن الفاعل لأنه واجب الوجود لا جائزه، لأنه لو كان وجوده جائزا لاحتاج إلى ايه؟ إلى الفاعل. معنى كلمة واجب الوجود لا جائزة. فالجزء الأول أفضل المقدمة الأولى، وهي اعتقاد الوهم الفاسد أن كل ما ليس بجرم فهو صفة لغيره، كل ما ليس بجرم فهو صفة لغيره، فإن مولانا جل وعلا ليس بجرم وهو مع ذلك ذات موصوف بالصفات، ويستحيل أن يكون صفة لغيره. والجزء الثاني أبطل المقدمة الثانية، وهي اعتقاد الوهم أن كل ذات موصوف بالصفات فهي جرم، فإن مولانا جل وعز ذات موصوف بالصفات وهو مع ذلك يستحيل أن يكون جرما أو مماثلا لشيء من الحوادث، فهو تعالى ذات حقيقة ولا مثل له من الذوات. وبهذا الجزء الثاني
باينت ذاته تعالى سائر الذوات الحادثة، فإنها وإن كانت غنية عن المحل أي لا تكون صفة قائمة بغيرها، فهي مفتقرة إلى الفاعل افتقارا لازما لا يمكن انفكاكه عنه لوجوب حدوثها وافتقارها إلى المولى الكريم ابتداء. والحاصل أن بالجزء الأول قلنا معنى القيام بالنفس على إيه؟ على جزئين. والحاصل أن بالجزء الأول من معنى القيام بالنفس باين، باين يعني إيه؟ باين خالق أو غاية جل وعلا سائر الصفات فليس من جنسها. وبالجزء الثاني باين تبارك وتعالى سائر الذوات فلا شبيه له منها ولا يشاركها في أجناسها ولا في فصولها ولا في خواصها، يعني الله تعالى ليس يندرج تحت جنس وليس له فصل ولا نوع، لأن هذا كله إيه؟ من شأن الحادث المركب الذي له جنس وله نوع وله فصل وله خاص وله إيه؟ عرض إيه؟ عام. والحاصل أن بالجزء الأول من معنى القيام بالنفس خلاص كده ولا يشاركها في أجناسها ولا في فصولها ولا في خواصها، يعني في جنس وفصل إيه وخاصة، والخاصة على نوعين، خاصة إيه عامة، خاصة يعني لازمة، وخاصة إيه العرض ده نوعين، عرض خاص وعرض إيه وعرض عام. فقولنا في أصل العقيدة أي ذاتا موصوفا بالصفات غنيا عن المحل هو تفسير للجزء الأول من القيام بالنفس، وهو الذي منع كونه تعالى صفة، وزيادتنا الوصف بغنيا عن المحل بعد قولنا ذاتا موصوفا بالصفات للتأكيد، وإلا فكل ذات موصوفة بالصفات وإلا فكل ذات موصوفة بالصفات فهي غنية عن المحل، لا كده العبارة غير، وإلا فكل ذات موصوفة بالصفات فهي غنية عن المحل أي عن ذات تقوم بها. وقولنا والفاعل خلاص كده، يعني نقف عندي والفاعل هو تفسير للجزء الثاني من جزء أي القيام بالنفس، هو الذي منع توهم كون ذاته تعالى تشبه شيئا من الذوات. نقف عند إيه؟ وقولنا والفاعل، يعني إنها على إيه؟ على جزئين. الجزء الأول خلاص انتهى، هنقف عند الجزء الثاني. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وإمداد كلماتك ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرهم الغافلون. إن شاء الله المرة الجاية نخلص صفة القيام بالنفس ونشوف الجواب. حد معاه مش فاهم حاجة، مش فاهم أي عبارة يسأل فيها. سلام الله. في شيء مش مفهوم؟ لا. العبارة ولكن الجسم يستحيل. فين هذا؟ ولكن الجسم يستحيل من الإيجاب. ولو كان للعوالم فاعل لوجب أن يكون جسما، مش كده؟ هم يعتقدون أن الفاعل ليس هو الصفة إنما هو الجسم الذي تقوم به الصفة، يعني مثلا الصفة هي القدرة فلازم القدرة تقوم بجسم، فالفاعل هو الجسم وليس هو الإيه؟ لكن الجسم يستحيل منه إيجاد الأجرام، يعني الجسم لا يوجد الأجرام إلا إذا كان موصوفا بصفات. وكثير من الصفات فتعين أن أجسام العوالم وجدت، يعني عاوز ينفي الفاعل إن هو الأول قال جر وبعد رجع قال صفة،
وبعدين لما يكون لا جرم ولا صفة يبقى لا يوجد فاعل. إذا انتفت الجرم وهو كده لا يعتقد أن الفاعل لا يكون إلا إيه؟ إلا جرما موصوف بصفات. فإذا انتفى أنه جرم ثبت أنه صفة، وإذا انتفت الصفة ثبت أنه جرم، وإذا انتفت الجرمية والعرضية يبقى لا يوجد فاعل. جزاك الله خيرا. اسأل من أراد أن يسأل، خلاص كده أغلق الكتاب إلا إذا كان في شيء مش موجود. إذا كان في سؤال تفضل. تعال هنا تبدو كيف سؤال من صديق ما من صديق صديق يعني إحنا هل كل ما يتقل معتزلة هل كل ما يتقل معتزلة لا لا مش كل المعتزلة موافقين لأهل السنة في كثير من الأمور، لكن في مسائل يعني المعتزلة ضلوا في ثلاث حاجات، في صفة الرؤية نفوا الرؤية وتدلوا بأدلة عقلية ونقلية ونفوا الكلام، ثلاث أشياء لما الحاجات الكبيرة في حاجات ظاهر مذهبهم بطلان في ثلاثة أشياء، الرؤية مسألة الرؤية ومسألة الكلام صفة الكلام والمسألة المشهورة اللي ايه خلق ووحدانية الأفعال. الرؤية هم لا يثبتون الرؤية، والكلام يقولون انه تعالى متكلم ينفو صفة الكلام، ونقول لك متكلم يعني خالق الكلام، فيجعلون الكلام لله تعالى صفة فعل وليس صفة، يعني متكلم يعني جعل أو خلق الكلام في الشجرة التي كلمت مين سيدنا، يعني خالق الكلام، يعني لو أراد الله أن يكلمك يخلي الأرض الحجر الشجرة أي حاجة تكلمك تبلغك مراد الله، فهو متكلم عندهم يعني خالق الكلام. فظل المعتزلة في إيه؟ في الرؤية والكلام وحدانية من الأفعال. سيبك من الوهابية تقولش نفسك مش هنخلص. ده وباء انتشر في العالم، وباء زي انفلونزا الحمير منتشر في العالم. هنعمل السؤال الثاني الإسراء والمعراج، هناك رواية ثانية رواية ابن عباس ورواية سيدة عائشة في الرؤية؟ لا في الإسراء والمعراج. لكن يعني نرجح رواية ابن عباس ليه؟ لأنه في قاعدة المثبتة يقدم على النافي، والسيدة عائشة عندما نفت لم تستند إلى كلام إنما استندت إلى فهمها، يعني مثلا زعمت وقالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الكريم. طب إيه الدليل؟ هل رجعت إلى كلام رسول الله؟ إنما قالت كيف وقد قال الله تعالى لا تدركه الأبصار. فيبقى إذن ده اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه، ولكن الجمهور على خلاف ذلك، والذي نفته السيدة عائشة ليس هو ما أثبته الجمهور. فالجمهور أيضا يقولون أن الله لا نص القرآن لا تدركه الأبصار، ولكن ليس الإدراك هو الرؤية. إدراك معناه إيه؟ معناه الإحاطة، أما الرؤية معناها الانكشاف. فالله تعالى لا يحاط به لا بذاته ولا بصفاته، إنما يخلق الله نوعا من الانكشاف نرى به الحق سبحانه وتعالى في الآخرة، والكفار يحجبون. ولكن مع أننا نؤمن بالرؤية ونقول بها، ولكن لا نقول إن الرؤية هي إدراك. هناك مثال، أنت تقول كده أنا رأيت السماء، أنت تراها، حد ينكر أنه يرى السماء؟ ولكن هل تدركها؟ يعني ايه تدركها؟ هل تحيط بها؟ فين اولها فين اخيرها؟ ده الاحاطه ده. يعني انت تشوف البحر، حد فيك مسافر في الباكر في السفينه تشوف البحر منين ما تنظر تلقى ماء، انت مش شايف غير ميه. يعني انت رايت البحر لكن لم تدركه. ادراك معناه ايه؟ يعني زي اللحاق، قال اصحاب موسى انا لمدركون. يعني أنا أدركتك يعني أحط بك،
الإدراك إنا لمدركون مسكتك أحط بك، لكن ممكن أكون شايفك لكن لا أدركك، ما الحق تجري أنت تسبقني لا أدركك، تقول لك لم أستطع أن أدركك لكن رأيت زي ما أنا شايفك إيه حتركب القطار، أسرع أسرع روح اجري، إذا أنا عملت إيه رأيتك لكن إيه لم أدركك. فذاك شوف الآية، فلما تراءى شافوا بعضه، فلو كان الإدراك معناه الرؤية ما يبقى إيه معنى إنا لمدركون، هم شافونا خلاص شافونا مش معناها أدركونا، الإدراك غير الرؤية، لكن إذا كده حيبقى الآية ملهاش معنى، إيه معنى إنا قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، يعني هم شافوكم لكن مش حيدركوكم، فالإدراك معناها الإحاطة، أما الرؤية معناها الانكشاف. وجائز رؤية الإله بالأبصار لكن بلا كيف ولا انفصال. إن للنفاه المعتزلة حق، لكن الخطأ في أنهم جعلوا هذه الآية دليلا على نفي الرؤية. هل قال الله تعالى لا تراه الأبصار؟ لا، شوف تعالى لا تدركه الأبصار، بل في آية ثانية وجوه يومئذ إلى ربها. بتعمل إيه؟ تعمل إيه يا معتزلي في الآية دي؟ الآية الثانية احنا صدقنا وأمنا بها ومعاك ومؤمنين بها قبل أن يؤمن بها المعتزلة، لكن ماذا تفعل في الآية الصريحة وجوه يومئذ دي صريحة إلى ربها ناظرة، من النظر ربي أرني أنظر إليك، فهم راح قال لك لا إلى دي مش حرف جر، بل إلى إيه حرف عطف، إلى قال إيه مفرد آلاء يعني ناظرة بمعنى منتظرة، شفت يعني الوجوه دي منتظرة نعمة ربها، الآلاء يعني النعم. ما لو كان كلامكم صحيح وكنتم مش فاهمين اللغة، لأن النظر اللي هو بمعنى الرؤية يتعدى بإلى ربي أرني أنظر إليك، ووجوه يومئذ ناظرة إلى، يبقى هنا إيه النظر معناه الرؤية، لكن لو كان الانتظار مش هتيجي إلى، إذا ناظرة النعمة من غير إلى، فكلامهم حتى لا لا يعني لا يناسب اللغة، اللغة مش ماشي مع اللغة، والرد عليه سهل. وبعدين ايه الدليل على ان الرؤيا جائزة؟ قوله تعالى سيدنا موسى لما طلب، هو سيدنا موسى طلب او لم يطلب؟ طلب. ماذا قال الله له؟ قال لن تراني ولكن، شوف كده لكن ده استدراك، انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني، يبقى معنى كده ان الله تعالى علق الرؤية على استقرار الجبل، واستقرار الجبل ده أمر جائز ممكن مش مستحيل، يعني ممكن ربنا يثبت الجبل، لكن الله ما أراد الجبل فلما تجلى جعله دكا، يعني مين اللي دك الجبل؟ مش من نفسه، جعله يعني الله تعالى جعله دكا، لو شاء لجعله مستقرا وتمكن موسى عليه السلام من رؤية الله، لكن الله تعالى ما أراد ذلك ولم يجعل الرؤيا في الدنيا إلا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أما في الآخرة هي لعموم المؤمنين، وسيدنا موسى ربنا قال له في الآخر إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يعني منزلتك لما ادتها لك المنزلة الثانية أعلى، هذه ليست لك أنت، لك ليه الكلام، سيدنا إبراهيم له إيه القلة، وسيدنا محمد له الرؤية، أما في الآخرة كل المؤمنين مش الأنبياء بس، إذ بجائز إذن المؤمنين بجائز علقت هذا، وللمختار دنيا ثبتت، إنما في غيره صلى الله عليه وسلم في الدنيا إحنا أبصارنا ضعيفة، حتى الإمام مالك لما سئل قال الله تعالى باقٍ، هل الله تعالى فاني ولا باقي؟ وأبصارنا فانية، ولا يمكن رؤية الباقي بالفاني، في الآخرة يعطينا أبصار باقية لا تفنى فنرى بها الباقي، أما في الدنيا لا، ده الأنبياء ده الموضوع تاني، سيدنا مش كمان كله ده واحد بس،
ولو كانت الرؤيا مستحيلة كيف ربنا يقول إيه؟ انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى. صار المعتزلة ما عجبهمش الكلام، ما هو دليل صريح في القرآن، فإن استقر استقراره ده شيء ممكن مش مستحيل. إيه معنى استقرار الجبل؟ هل هو ممكن ولا مستحيل؟ ها؟ إيه معنى استقرار؟ يعني بعد ما يضطرب، يعني يتحرك الجبل بحركة شديدة قوية، فيجعل الله تعالى الجبل يسكن، يعني يستقر بعد الحركة، يعني يبدل حركة الجبل بسكون اللي هو الاستقرار ده. استقر يعني سكن، همد بعد إيه؟ للتراب. المعتزلة قالوا ده مستحيل، ده يعني رؤية علقها الله على أمر مستحيل اللي هو إيه؟ استقرار الجبل. قالوا أصلا لا يمكن أن يجتمع الحركة والسكون معا، يعني الجبل يضطرب ويهتز ويتحرك ويكون مستقرا، ده مستحيل. يعني هل يمكن أن تكون يدي متحركة وساكنة في آن واحد؟ ده مستحيل. لكن أهل السنة قالوا لا، لا نريد أنه يستقر حال تحركه ولكن بعد تحركه، وهذا جائز. إنما المستحيل أنه يكون متحرك ساكن مع بعض، هو ده المستحيل. فالمعتزلة فهموها كده، أنه استقر يعني وهو متحرك، طبعا ده ضد العقل. استقر يعني بعد، يعني ربنا يبدل الحركة من السكون أو السكون من الحركة، كما يكون ميت يحيى، حي يموت، لكن ما يجتمعوش فيه ايه؟ الاثنين. فعشان كده دائما تجد التكلف كده والاغراب والبعد في فهم المعتزلة. اذا النص خالف عقيدته يروح ايه؟ ما يقدرش يكفر بالنص او يجيه، فيعمل ايه؟ يطوعه او يحاول يلوي النص عشان ايه؟ يمشي مع ايه؟ مع مذهبه. لا يتكلف يعني، بس بيبقى تكلف مرفوض يعني ثقيل، يعني مش يعني في مثلا تكلف اتجاه المصير، يعني ممكن ان الحاجه كده ظاهره كده، يعني فيها اسمه ايه؟ لي اعناق النصوص، ده يلوي عنق النص عشان قال ايه؟ يعني مثلا المعتزله يقولون كده ان الله تعالى خالق الخير بس ما يخلقش الشر، اما اهل السنه يقول خالق الخير وخالق الشر، ولكن لا نقول خالق الشر أدبا، بس ممكن نقولها في التعليم، عشان لأنه لو اعتقدنا أن ربنا ليس خالق للشر يبقى معناها في إله ثاني، ده يبقى مصيبة كبيرة. في إله للخير وإله كده، ما دامت في شيء موجود في الدنيا أو في الكون والله تعالى لم يخلقه، يبقى معناها إيه؟ في خالق ثاني، والله تعالى خالق كل شيء. فيجي طب تعمل ايه يا حضرة يا سعادة المعتزلي يا جناب المعتزلي؟ ده الحق صرح بذلك في القرآن، هو يقول لك ما ربنا قال بيدك الخير، لكن ما قالش والشر، هي التقديرة كده، الخير وش كله بيد الله، قل كل من عند الله، بس من باب الأدب زي سيدنا إبراهيم قال إذا أمرت، ما قالش أمرنا يحييني يسقيني يطعمني، لكن لم يقل إيه أمر إذا أمرت، فأسند الإيه المرض لنفسه. فالقرآن قال بيدك الخير، قال أنت تفهمها كده، بيده كل شيء، الخير والشر، بس من باب الأدب ما نقولش إيه الشر. لكن في آية ثانية قل المعوذتين، قل أعوذ برب إيه من إيه؟ الشر ما خلق، يعني الشر ده مين اللي خلقه؟ يجي المعتزلي يعمل إيه؟ عاوز طبعا الآية هنا مش هتمشي معاه، الآية ضد مذهب. من شر ما خلق، ويصلي بيها هو يقول لك ايه؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. عاوز يمشي الايات بالعافيه، رغم انه لم ترد بها قراءه لا صحيحه ولا شاذه، يروح ينفي ايه؟ ويتصرف. حتى في ايه وكلم الله موسى صريحه انه ربنا كلم سيدنا، وطبعا اعتقد انه ربنا لم يكلم انما خلق الكلام، يعني اللي تكلم في الحقيقه الشجره، فلما اتاها نودي هي اللي سمع النداء من الشجره. فبتعمل ايه وكلم الله؟ يقول لك لا الايه مش كده، الايه وكلم الله موسى، يعني الكلام من موسى مش من الله.
يعني أصلا عنده وكلم موسى الله، تعمل ايه معهم يعني؟ بس هم ايه لا يكفرون لأنه يعتقدون يؤمنوا بالنص، بس ايه يأولوه، يعني ايه يأول النص بالعافية فيه. زي الجماعة اللي هم كانوا ايه من غلاة الشيعة يعتقدون انه الرسالة لمين؟ سيدنا علي. رأيت في بعض الكتب يعني الآية اللي فيها كده إن الله وملائكته يصلون على النبي، مش كده؟ يقرؤونها، شوف كده جيت كده في بعض الكتب أنا قرأتها بنفسي، يقرؤونها كده يصلون إيه؟ يحط تحت فوق الياء فتحة ويكسر الصاد، لأن الله وملائكته يصلون، وعلى يخلوها عليه النبي، خلاص خلصت. إن الله وملائكته يصلون علي النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. الرسم واحد بس على وعلى وعلم واحد في الكتابة. كل حيتغير إيه؟ الضبط. وطبعا المصحف في الأول لا كان لا فيه إيه؟ لا ضبط ولا إيه؟ ولا شكل، يعني إحنا بمزاجنا شكلنا ده بالتلقي وإنك وبالسند وبالتواتر. مش حد يستطيع يجيب قراءة جديدة، لابد يكون فيه رواية. كل ما وافق وجه النحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح اسناده هو القران. فهذه الثلاثه مفيش قران بما حدش يستطيع، مش يغير حرف يغير ضمه ولا فتح الا اذا كان وردت في قراءه صحيحه. حتى القراءات الشاذه منضبطه ومعروفه ومكتوب فيها كتب. لما كتبوها لك عشان مفيش حد يضيف لها حاجه، يروح يقول لك قراءة شاذة وحط، لا هي الشاذ موجود ومعروف وما تقدرش تحط فيه حاجة. الشاذ معروفين محفوظين زي ما محفوظين العشرة. لما تحفظ ليه هو شاذ؟ قال لك مش عشان ما حدش يقرأ فيه، عشان ما حدش يدخل فيه من الشواذ. تعالى فين كتب الشواذ؟ من دول ما نلقاش القرائن. يبقى معناها دي ايه؟ افتراء. في قراءة تقرأ كده يصلون مكان يصلون، في قراءة مكان على علي، ما فيش. في قراءة من قال هذا صراط ايه؟ ها؟ صراط ايه؟ علي. في قراءة كده ايه؟ قال هذا صراط علي. مستقيم وصف قراءة صحيحة، ده موجودة ده موجود. انما ما فيش قراءة من شر ما خلق، وما فيش قراءة بنصب بلفظ الجلالة وكلم الله. ما فيش. فالقراءات ده مش اهواء، ده القراءات لابد فيها من التواتر. يعني ما عندهمش مستند يحتجون به الا الرسم. يعني هي رسمها كده. لما الرسم لو فتح بابه ممكن نجيب ملايين القراءات. يعني بدل مالك ممكن نقراها ملك يوم الدين، ممكن نقراها مثلا ايه بالماضي، ممكن نقراها باي قراءه ثانيه. السؤال يعني لماذا قدم أصله المثبت عنده ما يثبت، إنما المنفي اللي بينفي ده لا يستند في النفي. يعني الصحابة لما ذكروا سيدنا عبد الله بن عباس ذكروا عندهم نصوص، يعني مثلا من حفظ حجة على من لم يحفظ. يعني أنت لما تقول هذا الكلام ما قاله النبي، لكن أنا حفظت وأنت نسيت. عشان كده المثبت مقدم على الإيه؟ على النفي. أنت تقول واحد يقول لك اليوم كان في مقرأة في جامع الأزهر، راح الثاني يقول لا ما فيش. نقدم مين؟ نقدم المثبت، لأنه الأصل أنه هو فيه كل يوم أحد في مقرأة بعد العصر. لما يجي واحد ينفي هو مين اللي عاوز دليل؟ اللي يثبت ولا اللي ينفي؟ اللي ينفي. الإثبات ده هو الأصل، فالمثبت مقدم على النفي. هذا في الآداب والسلوك، هذا في الآداب والسلوك. لا ما فيش تعارض، ده حاجة وده حاجة. في قاعدة دي عنده التخلي، التخلية قبل التخلي. يعني أنت لما تحب رائحة جميلة وتلبس ملابس، الأول تتنظف ولا تلبس وبعدين تتنظف؟ الأول الاستنجاء ولا الوضوء؟ استنجاء الأول، تروح تتوضأ وبعدين تروح. هل ينفع في أي مذهب الوضوء أولا ثم الاستنجاء؟ تعالى سمعنا.
المعنى دي رواية عنها. رجح ايه؟ رجح ايه؟ هل يصح قبل الوضوء؟ أما هو الاستنجاء قبل الوضوء معروف، الاستنجاء الأول ما فيه الوضوء. ممكن ما لا يجوز عقلك انه كذا اذا قمت قطع ما دام ايه؟ يعني لو ذهب الى الاستنجاء عليه وتوضع ثاني بعدين ولا خلاص يصلي كذا؟ هو يتوضا استنجى عليها، معناها خرج منه شيء من السبيلين ثم قطع اثر النجاسه، فبهذا نقض الوضوء، فلا بد بعد الاستنجاء من الوضوء. انه مجرد ما دخل حتى اي نوع من البول او من احد السبيلين وخروج شيء من احد السبيلين ينقض الوضوء، حتى لو توضى 1000 مره وراح استنجى قد نقض 1000 باستنجاء واحد. افرض توضيت مليون مره ورحت ايه تبولت، خلاص انتهى كل الوضوء اللي انت توضات منذ خلق الله السماوات، فلازم تتوضا تاني. كيف لم يحدث يعني؟ فلماذا الاستنجاء اذا لم يحدث؟ هو طاهر على وضوء، بل انه مس العوره عند غير ابي حنيفه ينقل من سنه كامله. في اي سنة؟ خدت الكلام ده في الازهر؟ من فين؟ ما خدتوش، ده هتاخده السنة الجاية، هتاخده فين؟ من داخل الكلية انت بقى. باخده في الكلية. في حاجة تانية؟ ها؟ مسألة الاكتساب. في ناس الكسب يعني؟ الكسب يقولون الأشعرية يقعون في الجبر. في الجبر؟ خلي ما يقعوا في الجبر احسن ما يقعوا في الاختيار. اصل هو ايه معنى الكسب يعني؟ ها؟ العبد كسب، هو في الحقيقه يعني هو الاختيار، بس هم سموه كسب تيمنا بالقران، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. انما غير الاشاعره سموه ايه؟ اختيار، بس اختيار ايه؟ جزئي، يسموها ما تريد الاراده الجزئيه. يعني انت ارادتك دي جزء داخلك ليه في الكل، يعني ربنا ادالك اراده خيرك يعني مشيئه، قال لك ايه؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء، ثم قال في ايه اخرى وما تشاءون الا ان يشاء الله. فالاراده تحدث جزئيه، والكسب ده ليس معناه نفي الاختيار، ده معناه اثبات الاختيار. يعني كلمة لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وهو لو كان مجبرا لانتفت التكاليف. هو عند أهل السنة يقولون بالإيه؟ بالكسب، بمعنى أن للعبد كسب، شو كده؟ وللعبد كسب كلف ولم يكن مؤثرا فلتعرفه، فليس مجبورا ولا اختيارا. يعني ليس العبد مجبورا على افعاله، وليس مختارا يعني مستقلا بحيث يفعل او يريد غير ما اراده الله. عشان كده يعني انت مثلا مختار، لكن حتختار ايه؟ اللي ربنا اختار انك تختاره. انما لو كنت مختار حقيقه تستطيع ان تختار غير ما اختاره، وده ما تقدرش على هذا. ويؤمن بها الكل، الجبريه والمعتزله واهل السنه، ان العبد يختار، ولكن المعتزله يقول لك ممكن يختار حاجه ما ارادهاش ربنا، الناس يقول لك لا يختار الا ما اراد الله ان يختار، وما تشاءون الا ان يشاء الله. شوف كده، فليس مجبورا ولا اختيار، وليس كلا يفعل اختيار. فالكسب ده يعني تؤمن به فقط، تؤمن به من غير ما تفهم. لأنك إذا لم تفهم الكسب إما أن تخرج إلى فرث الجبرية أو إلى دم المعتزلة، من بين فرث ودم، هذه طلعت من الوساخات دي، فرث
عارف المصارين والحاجات دي، والدم. الدم المقصود بمين؟ المعتزلة. والفرث المقصود بالجبرية. فالجبرية ايه؟ فرطوا، والمعتزلة افرطوا. لا افراط، مذهب اهل السنة وسط، وسط يعني لا اثبت ان الانسان مستقل كده يعني زي ما هو عاوز، ولا اثبت ان الانسان مجبور، فجعله بين الامرين، يعني جعل فيه اختيار وفيه جبر. يعني مثلا مختار في الظاهر مجبور في الباطن. وانت خليك في الظاهر، انت مالك مال الباطن، خليك في الظاهر. انت الان لما اقول لك احضر الدرس ان شئت، ممكن تقول لا انا مش حشاء اشاء، انا حنصرف او حجلس، او تشعر حقيقة في نفسك بشعور واضح، مش عاوز دليل، يعني امر ضروري بدأ ان انت مش مجبور، لك ارادة ولك اختيار ولك مشية. لكن في الاصل انك انت مش هتختار حاجة الا اللي عاوزه ربنا، الا ربنا اراد، وما تشاءون الا ان يشاء. لكن انت مالك ومال دين، المهم انت لما بتتحرك وتصلي وتصوم وتعصي او تطيع او تكذب او تصدق، هل مجبور على كده؟ وتشعر بها، مش عاوز دليل، ده امر ضروري، شيء ضروري. لو انكرت يبقى بتجحد الضروريات، اقول لك فلان موجود، اقول لا مش موجود، ده اسمه ده ايه؟ انكار للضروري. ولا ما ينفعش معاك الحجه ولا الدليل ولا النقاش، ولا ما ينفعش معاك شيء، لانك تنكر الضروريات. انما كونك انت ما تستطيعش تختار، ده حاجه على السريه، القاء القدر او ايه؟ سر الله. المهم انت اخترت. طب لما نيجي نقول لك اخترت ليه ده؟ تقول عشان فيه اختيار. مين اللي وضع فيك الاختيار؟ انت؟ لا. يبقى معناها لما تيجي تفهمها بعقلك، فالموجود عند اهل السنه اسمه الجبر العقلي، اللي هو بتاع اللي انت تقول عليه ده الاشاعره. اما الجبريه الثانيين جبر حسي، يعني يقول لك انسان مجبور كده ظاهرا وباطنا، احنا نقول لا مجبور في الباطن وفي الظاهر غير مجبور، يعني مجبور عقلا وليس مجبور حسا. ان انا لو مجبور حسا، اول ما تؤذن المغرب اشعر كده اثنين شالوني كده وراحوا رميني في الصف، والمجرحة روح دايسين علي اركع، بحيث انه لا استطيع الا ان اركع، اجي اقوم افرض انا مش عاوز اقوم من الركوع، لا لازم اقوم غصب، ده اسمه جبر ده. لكن هل تشعر بذلك؟ لا. والله تعالى يقول ولو شئنا لاتينا كل نفس هدى، يعني يهدي غصب عنك، لكن ما شاء الله ذلك، بلك انت يعني اذا شئت تعالى، لا تشاء اترك. ولو قلت بنفي الجبر، بنفي الاختيار الحس ده، نفيته هتنكر الرسالة والثواب والعقاب، هتنكر يعني التكليف اصلا. حتى مع حاجة دام صب. هل ليس معنا جوهر الفرد زمان يا مولاي؟ ها؟ هل ليس معنا جوهر الفرد زمان؟ لا، الزمن مع المركبات. لا ليس معه. زمن لازم مقترن معه. صحيح صحيح. واحد لازم يكون فيه تاني. وهو الاقتران حادث بحادث، والزمن أمر اعتباري. لو خلق الله تعالى جوهرا فردا، ها؟ واحد فقط ما فيش غيره، يبقى الزمان لا يجري عليه، لازم يجي واحد معاه ثاني. يمكن اعتبار بين تعلق الله تعالى مع جوهر فرد الزمان. ممكن ايه؟ يعني باعتبار الزمان حصل في تعلق قدرة بجوهر فرد. ما هو الجوهر الفرد لا يوجد، لم يخلق الله جوهرا فردا، خلق العوالم من جواهر مركبة فصارت أجسام، لا يوجد حاجة اسمه جوهر فرد وحده، لازم يكون موجود في ضمن جواهر أخرى، لكن هو أصل تركب المخلوقات. أقصد يعني الزمان هو دي النص ساعة دي. إيه ده؟ أقول لك تعالى في العصر تيجي في الفجر، ها؟
النهار طويل يعني، المفروض احنا نصلي الخمس اوقات كلهم قبل العصر ونروح كم ساعة زاد النهار يعني التعلق يعني حادث؟ التعلق حادث، ما هو التعلق امر اعتباري، تعلقات حادثة من صفات الافعال، امور اعتبارية. صفات الافعال يعني هي الافعال نفسها، يعني مثلا الاحياء، الاحياء ده فعل مش كده؟ الاحياء ما هو الفعل؟ خلق الحياة، فيسمى ايه؟ حياة واحياء، سعادة واسعاد، شقاء واشقاء، فالفعل هو الشقاء والصفة هي الاشقاء، الفعل هو السعادة والصفة هي الاسعاد، خلق الايه؟ السعادة يسمى ايه؟ اسعادا، خلق الشقاء يسمى اشقاء، فدي بيسموها ايه؟ صفات افعال، وهي حادثة عند الايه؟ عند الاشاعرة، قديمة عند الماتريدية، لانه عند الماتريدية هي معناها صفة التكوين، انما احنا عندنا معناها اثر القدرة اللي هو التعلق التنجيلي للقدرة، انما عند الماتريدية هو صفة التكوين. ويقع ايهما اكبر؟ ايه ده؟ لا، ما هو ده اعتبار وده اعتبار، اذا اعتبرت الفعل نفسه يبقى كلام الاشاعرة هو اللي الاكبر، وإذا اعتبرت الصفة بكلام الماتريدية، لأنه ما فيش أفعال إلا إيه تدل على الصفات، يعني مثلا لما نقول يحيي ويميت، الإحياء والإماتة فعل، ده فعل وده فعل، أضحك وأبكى فعل وفعل، وكل ده راجع إلى صفة إيه؟ القدرة. يعني لماذا يحيي ويميت؟ لأنه قادر على أن يحيي ويميت، على أن يسعد وأن يشكي، أن يرزق أن لا يرزق، يخلق أن لا، كل ده راجع إلى صفة القدرة. فإن نظرت إلى الصفة إن جد إيه؟ قديم، وإن نظرت إلى الفعل فهو حادث، لأنه أمر اعتباري، ما نقولش أيهما أفضل، شيء اعتباري. في حاجة ثانية؟ هل يلزم فيه؟ أترك وأنت ما تقولش شر، ارفع المعضلة. هل يلزم من وجودي من وجودي فيما لا يل انتهاء الأذى؟ هل لا يلزم من وجودي فيما لا يزال انتهاء الأذى؟ وجوده فيما لا يزال يعني زمن. هل لا يلزم في هل لا يلزم وجود فيما لا يزال، يعني اعتبار فيما لا يزال، هذا وهو فيما لا يزال هو الزمن، انتهاء الأذى؟ لا، الأذل لم ينتهي، لكنه ما الفرق بين الأذل وبين ما لا يزال؟ أولا نرجع إلى التعريف، الأذل معنى إيه؟ عدم أولية الوجود. طب وما لا يزال يعني معناه إثبات أولية الوجود. طب مثلا من يقول الوجود ده متى بدأ؟ مش ممكن حنجيب زمن، لأنه بداية الوجود هي الزمن نفسه. فلو قلنا إن الوجود بدأ مثلا منذ مليون سنة، يبقى معنى كده الوجود بدأ في زمن، يبقى الزمن قديم، لأن الزمن لم يكن إلا بعد أو مع الوجود الحادث مش قبله. يبقى كيف ننتقل من ما لا يزال إلى الأزل؟ يعني افترض مثلا بالعقل قلنا إيه؟ قبل مثلا مليون سنة هيكون إيه؟ يقول لك مثلا كان في مخلوقات. طب وقبل المخلوقات مثلا بمئة سنة، قبلهم بألف، بمليون، بمليار، ما من مدة إلا ويفترض العقل مدة قبلها إلى ما لا نهاية، زي بالضبط الزمان زي المكان. فأنا قلت لك الحائط اللي احنا ورانا آخر حاجة هنا شايفينها الحائط، يروح العقل يقول لك ايه؟ طب ايه اللي ورا الحائط؟ يقول له في طريق. يروح يقول لك طب وايه اللي ورا الطريق؟ يقول له في حائط. وايه اللي ورا الحائط؟ شارع. ايه اللي ورا الشارع؟ جبل. ايه اللي ورا الجبل؟ نهر. ايه اللي ورا النهر؟ أرض. ايه اللي ورا؟ لا يتوقف العقل أبدا. وكذلك في الزمن لا يفترض مدة إلا ويفترض مدة قبلها. يبقى كيف نصل إلى الأزل؟ قال لك محال، لأنه بيسموها كده في المسائل الكلامية دي مواقف العقول، الانتقال من الزمن إلى لا زمن، لأنك لو قلت قبل يعني معناها افترضت مدة زمنية. فالفرق بين الأزل وبين ما لا يزال من مواقف العقول،
يعني لا يصح مثلا أن تقول أن الله تعالى كان قبل الخلق بمليون سنة أو حتجعل زمن، والزمن لم يوجد إلا مع بداية الحوادث، والله تعالى موجود قبل الزمن ومع الزمن وبعد الزمن، فالزمن محصور أو الموجودات الحوادث كلها محصورة في الزمن، أما الوجود المطلق لا يحد بزمن ولا بمكان. خذ بالك إذا انتفى عن الشيء الزمان لازم ينتفى عنه، لأنه إذا كان لا زمان يبقى لا مكان، إذا كان مكان لازم يكون زمان. أفرض أنا أقول لك حجي لك في المكان الفلاني، حتقول لي الساعة كام؟ أقول لك لا ما في زمن، يبقى مش حتي. أنا حجي لك في مكان بس مش هنحدد الزمان، ليه؟ لأنه ما في زمان، لا بد ما دام في زمان يبقى في مكان. إذا اتلغى الزمان اتلغي المكان، لأنه الزمن فين؟ في العالم، والعالم مكان، مش كده؟ جبال، أرض، سماوات، فما تتفلسفش بالعقل، كفاية فلسف هتضيعوه إن شاء الله. طبعا العرب يبقى زمانين، لا يبقى عند الأشعر العرب لا يبقى زمانين، يعني ينعدم بمجرد وجوده، لأنه عرض. عرض يعني شيء عرض لك، لأنه كلمة عرض في اللغة ضد كلمة باقي، يعني شيء يعرض شيء يبقى. تريدون عرض الدنيا، يعني الأمور العارضة الزائلة، والله يريد إيه؟ لازم تقرأها كده، يعني الله يريد الآخرة، يعني باقي الآخرة. لذلك ممكن في قراءة كده، والله يريد الآخرة بالكسر، لما عرض الدنيا والآخرة ما فيش عرض، لأنه لو كان في عرض في الآخرة هتبقى زائلة، لأن الدار الآخرة اللي هي الحيوان، ما فيش في الآخرة جماد، كل حاجة حية، الأرض حية، الشجر حي، الزرع، كل حاجة فيها حياة، حيوان، مش حيوان يعني بهيمة. لو فهمت كده تبقى أنت الوصف ده ماشي معاك أنت شخصيا. ها؟ هو شوف لا يبقى زمانين يعني بذاته، اما التحقيق كما قال الشيخ ابو دقيقه ان بقي يبقى بايه؟ ليس بذاته انما بمبقٍ، يعني اذا اراد الله ان يبقيه ازمنه يبقيه، لكن هو ايه معنى عرض؟ ان يوجده فينعدم. طب ما شفنا ايه تتحرك كده؟ الحركه دي عرضه، عرض، فبمجرد ما تحركت انعدمت الحركه، لانه لو بقيت تظل اليد متحركة على طول، لا تأشر. لو بقي مثلا لو إيدك تحركت وبقيت الحركة لازم تزول فيعقبها السكون، فلو ما انعدمتش الحركة مش هيجي السكون، ولو ما انعدمش السكون مش هتكون الحركة، والحركة تقتضي ست أشياء. الحركة الواحدة ما كانت الحركة منهم كده، وما كانت الحركة إليه، مين اللي هيتحرك وحيتحرك فيه، فالحركة عاوزة ايه؟ متحرك، منه الحركة وإليه الحركة وفيه الحركة وله الحركة، هم أربع، فين اثنين التانيين؟ يعني الحركة منه وله وفيه وإليه، وهي ثاني عليه ايه؟ ما عليه هو فيه، قل سيروا في الأرض، ما عليه ايه؟ ما تجيبش حاجة، العلم ده مش 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 هلوسة تخبط، يعني أنا قرأت ستة افتكرت أربعة، نتيجة هتروح أنت تخترع؟ إن هذا إلا إفك افترى. كيف الاثنين ودار عليهم مش تروح تجيب تقول لك عليه وبعدين تقول لديه؟ منه الحركة وإليه الحركة وبعدين له الحركة فيه الحركة، بعد كده ايه تاني؟ برضو رجعنا الأربعة.